السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ ايه الأخبار؟ هنعمل ان شاء الله دلوقتي هنعمل الساق، القدم والساق هنشتغلهم مع بعض، تمام؟ يلا بينا نبدأ على طول علشان ما نطولش في وقت الفيديو. تمام، هنبتدي باللون البني عشان نعمل القدم. هنعمل 6 سلسلة، ندي 1 2 3 4 5 6. هنعمل من تاني سلسلة، هنسيب السلسلة اللي احنا طالعين منها دي وهنعمل من تاني سلسلة 4 غرز حشو، 1 2 3 4. وبعد كده هنعمل في الغرزة الأخيرة دي، الغرزة 5، هنعمل فيها 3 غرز حشو، يعني تزايد ثلاثي. ادي 1 2 3، تمام. وبعدين هنعمل من الجنب التاني 4 حشو، 1 2 3 4. كده الدور ده خلص معانا على 11 غرزة حشو. انا هحط الماركر وارجع لكم تاني نعمل الدور التاني. طيب الدور التاني، عفوا الدور التاني، هنبتدي اول غرزة هنعمل فيها تزايد. هناخد معانا خيط البداية نثبته في الخيط. ادي اول غرزة تزايد، وبعد كده هنعمل 3 غرز حشو. ادي 1 2 3، وبعدين هنعمل 3 غرز تزايد على التزايد الثلاثي اللي كنا عاملينه اهم. ادي 1 ادي تاني اخر 1 ادي التزايد الثالث، وبعدين هنعمل 3 غرز حشو من الجنب التاني، 1 2 3، وبعد كده هنعمل في آخر غرزة هنعمل حشو، هنعمل قصدي تزايد، تمام. دلوقتي أنا هنقل ماركر، الدور ده خلص معانا على 16 غرزة حشو، هنقل الماركر وارجع لكم تاني. طيب الدور اللي جاي الدور رقم 3، هنعمل حشو، أو الغرزة هنعمل فيها حشو، وبعد كده هنعمل غرزة تزايد، وبعدين هنعمل 3 غرز حشو، 1 2 3، وبعدين هنعمل تكرار مجموعة 3 مرات حشو وتزايد. ادي كده اول مجموعة، وادي تاني مجموعة، وادي تالت مجموعة، وبعدين هنعمل 3 حشو من الجنب التاني، 2 3، وبعدين هنعمل غرزة تزايد، وآخر غرزة الغرزة اللي فيها الماركر هنعمل فيها غرزة حشو عادية. الدور ده خلص معانا على 21 غرزة حشو، هنقل الماركر وارجع لكم تاني. الدور اللي جاي الدور رقم 4، هنبتدي فيه ب2 غرزة حشو. ادي 1 2، وبعدين هنعمل غرزة تزايد، وبعدين هنعمل 3 غرز حشو، 1 2 3، وبعدين هنعمل تكرار مجموعة 3 مرات، 2 حشو وتزايد. ادي كده اول مجموعة، وادي 1 2 تزايد، كده تاني مجموعة، وآخر مجموعة 1 2 تزايد، كده المجموعة التالتة خلصت. وبعدين هنعمل 3 غرز حشو، 1 2 3، وبعدين هنعمل تزايد، وآخر غرزتين هنعملهم حشو عادي. ادي حشو،
التاني. كده احنا خلصنا كل ادوار التزايدات. انا هنقل الماركر وارجع لكم تاني في الدور اللي جاي. الدور اللي فات ده اللي هو كان دور رقم 4 خلاص معانا على 26 غرزة حشو. طيب الدور اللي جاي اللي هو الدور رقم 5 هنعمل دور حشو ثابت على الغرزة الخلفية زي ما عملنا كده الغرزة الخلفية في الدراع. هنشتغل على 26 غرزة دول هنعملهم على الغرزة الخلفية اهو. بص اهو بدخل في الغرزة الخلفية بس في اللوب الخلفي اهو تمام. هخلص 26 غرزة وارجع لكم تاني. كده انا خلصت الدور 26 غرزة حشو على الغرزة الخلفية. من الدور بقى اللي جاي اللي هو الدور الدور من الدور من الدور اللي جاي الدور رقم 5 للدور رقم 8 قصدي من الدور رقم 6 ل 8 6 و7 و8 ثلاث ادوار حشو ثابت على ال 26 غرزة دول على الغرزة الكاملة مش على الغرزة الخلفية على الغرزة الكاملة. اهو هنخش في الغرزة كلها. الماركر اللي في البداية ده بيضايقني بيعصبني اهو تمام. هنشتغل عادي على الغرزة كلها ثلاث ادوار على 26 غرزة تمام. انا هخلصهم ثلاث ادوار على 26 غرزة 6 و7 و8 وهرجع لكم تاني. تمام انا كده هو خلصت ثلاث ادوار على 26 غرزة حشو. طيب الدور اللي جاي اللي هو الدور رقم 9 ان شاء الله هنعمل فيه في البداية هنعمل غرزة تناقص. ولو حابين احنا ممكن نعمل التناقص العادي بتاع الكروشيه مش هيظهر هنا بس عادي يعني مفيش مشكلة مش فارقة كده او كده. وبعدين هنعمل 4 غرز حشو يبقى عملنا اول غرزة تناقص وبعد كده 4 حشو 1 2 3 4 وبعدين هنعمل حشو تناقص 5 مرات 5 مجموعات يعني. ادي اول غرزة حشو وادي اول تناقص. بصوا بقى انا ممكن نعمله زي التناقص العادي بتاع الكروشيه اللي هو بنخش في اول غرزة ونسحب وما نطلعش بيها نخش في تاني غرزة برضو ونسحب بقى معانا 3 نسحب منهم هما الـ3 نعيد تاني. ادي حشو وادي هنعمل بقى التناقص هنسحب واحدة عادي وبعد كده ندخل ونسحب التانية بقى معانا 3 هنسحب منهم هما الـ3 كده عملنا التناقص التاني تمام. نعملها كمان مرة ادي حشو وبعد كده هندخل عادي كأننا حشو يبقى معانا 2 ندخل تاني في اللي بعدها بقى معانا 3 نسحب منهم هما الـ3 عملنا تناقص. هعمل الاتنين الباقيين وارجع لكم تاني. كده خلصت انا الـ5 مجموعات. هنعمل دلوقتي 5 غرز حشو لغاية الماركر 2 3 4 5 تمام. كده احنا نقصنا 6 غرز كانوا معانا 26 كده بقوا 20 غرزة. طيب الدور اللي جاي انا معلش مش هنقل الماركر دلوقتي بالشغل على طول بس عشان الوقت. الدور اللي جاي الدور رقم 10 هنبتدي هنعمل 5 حشو ادي 1 2 3 4 5 وبعدين هنعمل 5 تناقصات زي ما قلنا اهو. بدخل كأني حشو واطلع باتنين وراح داخل في اللي بعدها برضو كأنها حشو يبقى معايا 3 اسحب منهم هما الـ3 غرزة ادي كده 1 دي 1 2 ده اريح بكتير قوي اريح بكتير من التناقص التاني خصوصا في القطيفة لان الشغل بتاعه كبير وممكن ما نشوفش كمان الغرزة هي فين فهتضايقنا. 3 دي الرابعة دي الرابعة ولا الـ5 ثواني 1 2 3 4 ثواني هتأكد وارجع لكم تاني. ايوه تمام. يبقى كده عملنا 5 حشو 5 تناقص وهنعمل كمان 5 حشو لغاية الماركر ادي 1 2 3 4 وادي اخر غرزة حشو 5 تمام. كده الدور ده خلص معانا على 15 غرزة حشو. انا هنقل الماركر وارجع لكم تاني. تمام. اللون الاحمر مش هيبقوا 3 ادوار بقى هنعمل دور واحد بالغرزة الخلفية باللون الاحمر وبعدين هنعمل من الدور رقم 12
لغاية هنعمل من الدور رقم 12 والدور 13 هنعملهم دورين على الغرزة العادية يعني كلها، تمام. يبقى هنبتدي اهو. انا كنت في التاني، في اللي فات عملت 3 ادوار باللون الابيض، وبعد كده حطيت عليهم جزء تاني بالابيض من بره، فلقيت ان هو ملوش لازمة تماما، فانا هبتدي ان انا ادخل الاحمر، تمام. هدخل كده في الغرزة الخلفية، معلش انا اسف، اهو تمام. هسحب اللون الاحمر، وهعمل دور ده اللي هو دور رقم 11 على الغرزة 11، صح؟ اه، هعمل الدور رقم 11 على الغرزة الخلفية على 15 غرزة كده. عملت غرزة، ادي كده 2. بص انا واخد معايا الخيطين الاحمر والبني جوه الشغل، بس كده خلاص. هروح قصص بقى البني اللي طالع بره ده، وهكمل الدور على الغرزة الخلفية وارجع لكم تاني. دور رقم 11، 15 غرزة حشو على الغرزة الخلفية، تمام. هنعمل دورين بقى على الغرزة كلها، دورين على 15 غرزة، على الغرزة كاملة عادي، دورين حشو، هخلصهم وارجع تاني. تمام. دلوقتي الدور اللي جاي الدور رقم 14، هنبتدي فيه بتلاتة حشو، واحد اتنين تلاتة، وبعد كده هنعمل غرزة تزايد، وبعدين هنعمل 7 غرز حشو، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة 7، وبعدين هنعمل غرزة تزايد، وبعدين هنعمل 3 حشو لغاية الماركر، واحد اتنين تلاتة. طيب دلوقتي انا هنقل الماركر، وكده بقى معايا 17 غرزة حشو. دلوقتي من الدور رقم 15 للدور رقم 18، هعمل 4 ادوار حشو ثابت باللون الاحمر ده، وبعد كده هرجع لكم تاني. تمام. انا بقى كده بقى خلصت تقريبا طول الرجل كلها، هنشتغل بس هخلص بس اخلص 4 ادوار باللون الاحمر وارجع لكم تاني على 17 غرزة حشو. طيب دلوقتي احنا بنعمل ساق يسار. انا كده خلصت الاربع ادوار اولا على 17 غرزة، احنا بنعمل ساق يسار وساق يمين علشان نعرف نشتغل. طبعا انا بالنسبة لي ما بحبش احط المنزلقة في اي مكان، انا بحط المنزلقة جوه الرجل. اول حاجة بنبتدي فيها هي الساق اليسار طبعا، وبنشيلها ف منتصف الرجل من جوه من هنا. فاحنا هنرجع 3 غرز لورا، واحد اتنين تلاتة، تمام. انا كده فكيت 3 غرز اهم، تمام. وبعدين هعمل غرزة منزلقة هنا، بعد ما فكيت الثلاثة هعمل منزلقة بس، وسلسلة تأكيد، وأقص الخيط. ما اللي يطلع ده بقى ندخله جوه، تمام. بس هنجيب بقى الخيط الأبيض، هنشتغل بيه 3 أدوار على الغرزة الخلفية اللي احنا سايبينها تحت دي. زي ما قلت لكم بقى في الدراع، احنا ما اشتغلناش كده عشان الشغل ينزل لتحت، احنا اشتغلنا كده عشان الشغل يبقى مقلوب لفوق، عشان لو مقلوب لتحت بصوا مش هيبقى فير، يعني هو شكله مش هيبقى فير. شايفين هو
المفروض الجوانتي ده اخر الجوانتي ده طالع كده لفوق، لو العكس مش هيبقى جوانتي خالص، فاهمني؟ فده برضو المفروض الشراب، فهيطلع من تحت لفوق، فاحنا هنشتغل كده. فهنجيب اهي اخر غرزة كنا شغالينها على على الغرزة الخلفية اهي في البني اهو، وهنجيب الابيض امسك كده هتفلت، وهنعمل سلسلة عشان بس نثبتها، وهندخل على طول. بصوا انا اهو اخر واحدة من هنا هدخل فيها في اول واحدة من هنا علشان ايه زي ما قلنا الحمهم في بعض. مش عايز يجي ليه؟ تعالي ايوه اهي، علشان يبقوا متناسقين ومفيش تمويجه ولا في حاجه فوق وحاجه تحت، تمام. بس هشتغل على الدور ده اللي احنا كنا سايبينه، اخد معايا بس الخيط ده ما تخلوش يطلع بره، علشان لو حته كبيره بقت جوه هتبقى شكلها مش لطيف. هو كده كله يبقى معايا جوه. انا مش حابب ان انا اقطع الجزء، اقطع دلوقتي الفيديو اقول لكم كملوا، علشان بس تبقوا شايفين انا بشتغل فين، لان دي مش بتبقى واضحة قوي اهو. وكويس اصلا البني دي واضحة اكتر من الاحمر اللي كنا شغالينه كله في الدراع، لان كان احمر كله على بعض، وهنا الفرق اصلا البني، يعني الحتة اللي احنا بنشتغل فيها الفرق، فمتحدد لنا شوية احنا هنبقى شايفين هنشتغل فين. انا كده اهو شغال في اول دور، شايفين انا شغال كده اهو لفوق مش لتحت، الاتجاهات دي مهمة جدا. انا محضر كنت هنزل لكم العرايس الصغيرة الاول، حتى عملت العروسة الصغننة اللي هو الاتنين اللي انا كنت حايتهم في الـ في اللايف. كنت عاملهم الاول، وكنت بصور وخلصت العروس الصغيره وعملت لها فستان وايس كاب لراس السنه برضو احمر في ابيض، بس قلت انزل لكم ده الاول لان ما فيش وقت خالص، والتانيين ممكن انزله لكم بعدين وتعملوهم لانهم مجسمات عاديه عادي ما فيش اي مشكله يتعملوا في اي وقت الولد والبنت. هشتغل بقى انا كده على دول، هشتغل ثلاث ادوار، هشتغل قصدي دورين، انا كده عملت دور من الثلاثة، هشتغل عليهم دورين على الابيض عادي، اخلصهم وارجع تاني. انا كده خلصت الثلاث ادوار كلهم من البالون الابيض، هعمل بقى منزلقة وبرده سلسلة تأكيد، وهقص الخيط. بعتذر، واشد بس، ويلا بينا بقى نحشي كده. احنا خلصنا اهو الجزء الابيض، هنجيب ده انا نسيت حاجة مهمة جدا. هقول لكم بس شرح بسيط كده لده، للفرق ما بين الساق اليسرى واليمنى. انا هنا ما قلتش الساق اليسرى، احنا فكينا ثلاث غرز وعملنا منزلقة، فكينا ثلاث غرز لورا وعملنا منزلقة. في الساق اليمين التانية احنا هنعمل، يعني هنبقى وقفنا هنا خلاص، هنروح عاملين ثلاث غرز ونقف، مش هنقص حاجة وهنعمل منزلقة عشان هنشبك. يبقى احنا في الساق اليسرى فكينا ثلاث غرز وعملنا منزلقة، في الساق اليمنى هنعمل ثلاث غرز ونقف، تمام. دلوقتي احنا هنعمل دور هنا بالبني، انا نسيت ده تماما، هنعمل دور باللون البني تحت هنا على الغرزة الخلفية اللي احنا سايبينها برضو دي، هنعملها كده بقى، مش لفوق كده لا، هنعملها لتحت، تمام. يا رب اشوفها اصلا معاكم اهو، لمحتها يا عيني 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 اهي، ادي اولها اهو،
اوله واخره. هدخل طبعا برضو باللون البني بقى علشان اعمل الحرف بتاع الشوز. دخلت بقى من اخر غرزة هنا اهو، واول غرزة في الدور هخش فيها برضو عشان يبقى فيه تجانس بس، وهعمل دور على الغرزة الخلفية دي كلها. هخلص الدور ده وارجع لكم تاني. انا كده خلصت، هعمل برضو المنزلقه وادي سلسله التاكيد، واقص الخيط واشد الجزء ده وادخل كده بالابره واطلع من تحت اهو من عند الخيط واشد الجزء ده لجوه. بس كده دخل جوه ونضفناه والدنيا بقت لطيفه جدا. الحاجات اللي بتقع دي برضو هي عشان ما تبهدلناش الدنيا ومش عارف ايه، ندخلها جوه خلاص يعني، مش هتفرق الدنيا يعني. اصل ده لما بينزل بصراحة في السجاد بيبقى غيتت قوي على ما بيطلع. تمام اهو دلوقتي هنحشي. تمام انا مش عايز اطول عليكم الفيديو عشان هو طويل قوي، واحتمال التليفون كمان يفصل، فانا هحشي الجزء ده كويس. هحشي الرجل كويس جدا، هحشي القدم من تحت وهحشي الساق. تمام وبس كده اكون خلصت معاكم الرجل، واشوفكم باذن الله في الفيديو الجاي. التشابك ما تنسونيش بقى من اللايك والشير والسبسكرايب وكومنتاتكم الحلوه بتفرحني جدا. ويلا سلام عليكم بقى قبل ما الفيديو ما يخلص والتليفون يفصل. سلام عليكم.